قمة شرم الشيخ للمناخ يفترض رسميا أن تنتهي اليوم، ما دلالات أن يتم تمديدها يوما إضافيا؟ وطبعا نفس المشاكل ونفس الآراء التي واجهت الكوب في سنواته السابقة ل 26 تتكرر مرة أخرى، لأن الدول الصناعية المتسببة في 500 سنة انبعاثات غازات احتباس حراري أولا لا تريد أن تتحمل المسؤولية، وده البند اللي بيتكلم على الدامج أند لوس، وأنه يعني هذا البند بيتكلم على حجم الأضرار التي وقعت وحجم المفقودات التي حدثت. فحجم الأضرار كان كبيرا بشكل متفاوت ما بين 40% من القضاء على الغابات إلى 25% تصحر زيادة، إلى حالات من الأمراض تصل إلى 240 مليون شخص بسبب نقص الغذاء وبسبب الجفاف، إلى ما يقرب من 25 مليون حالة وفاة بسبب تغير المناخ مباشرة. كل هذه القائمة التي أعدها الخبراء من الأضرار التي وقعت في السنوات السابقة لم تتغير أيضا موقف الدول الصناعية المسببة لغازات الاحتباس الحراري من رفضها للمبدأ الشهير إنه يعني common responsibility لكن different rules. فهو ال different rules إحنا بنقول لهم إحنا دول نامية وإنتوا دول متقدمة، فأدواركم مختلفة. إنت عندك تكنولوجي وإنت عندك السيطرة إنك تتحول تعمل شيفت لأنواع طاقة جديدة، وعندك التكلفة بهذا وعندك المتدربين على ذلك، ومع ذلك هم يرفضون أن يتحملوا المسؤولية. هو بيقولوا إن إحنا يعني أدوار مشتركة فاهمينها غلط، يعني أيوة أدوار مشتركة إحنا بنقول عليها كفرقة لا تستوي الدول الصناعية مع الدول النامية. هو يفسر في كده يقول لك لا إحنا زي بعض في الإنفاق وزي بعض في التمويل وزي بعض في تحمل مسؤولية ما حدث تغير المناخ، وده على فكرة اختلاف تاريخي منذ أن يعني عاصرت الاتفاقية مع بادئها الأولى في 1994 مع الدكتور مصطفى كمال طلبة رحمه الله. الجزء الآخر إنه ما فيش تنازل عن الوقود الأحفوري يبدو في المستقبل القريب، نعم، وسيظل الفحم والبترول والوقود الأحفوري معنا كما قال وزير دولة يعني بترولية كبيرة، إنه أمامنا 40 أو 45 عام سيستمر في استخدام الوقود الأحفوري. يبقى جزء وهو المهم، هل التكنولوجيا الحديثة التي لا تستخدم الوقود الأحفوري هيبقى ليها دور في مساواة الوقود الأحفوري؟ طبعا لا، لأنه نعم، التكلفة في الوقود الأحفوري أرخص بكتير من التكلفة في ما يطلق عليها الـ EIT أو الـ Efficient Irrigation Technologies، إن أنت بتعمل طاقة شمسية ترفع بيها المياه، أو إن أنت تعمل رش الري بالرشة أو الري بالطن. الفدان النهاردة بيكلف 15,000 جنيه عشان تعمل له شبكة ري بالطنين، ويكلف الوقود بتاعه أو المكنة الري هتكلفه 150,000 جنيه، يعني هو داخل في حوالي 10,000 $20,000 الفلاح مثلا عشان يتحول للزراعة الذكية. لو بقى دخلنا في الزراعة اللي هي السمارت اجريكلتشر موديولز، بحيث انك تعمل هيدروبونيك واكوابونيك يونتس وتعمل حاجة اسمها المزارع المنزلية، الثلاث نماذج دول هم المرشحين انهم ياخدوا مساحة كبيرة على ما يطلق عليها الزراعة المفتوحة. الزراعة المفتوحة يبدو أنها ستكون رفاهية بعد ذلك، نعم. من الصعب أن أنت إذن ترمي يبدو بذورك الطريق ما يزال وتنزل المطر. طويلا، خصوصا أمام هذه الإرادة المتذبذبة إن صح القول بالنسبة للعديد من الدول التي تشارك في قمة شرم الشيخ للمناخ.